تتبيلنا هتنزل دلوقتي على الشاشه، خلطه تتبيله الشيش طاووق، تتبيله الشيش طاووق تحفظوها عندكم وتعملوها في برطمان زي ما انا ما عملت كده، هتتشال في الثلاجه. انا متهيالي بقى لي عاملاها ايه، 3 اسابيع، 3 اسابيع. انا كنت متخيله ان انا هفتح الثلاجه الاقيها ان هي الزبادي بتاعها بدا ان هو يحصل له حاجه او الكلام ده كله، بالعكس بفتحها النهارده لقيتها زي الفل، اكني لسه عاملاها. زيت سندباد اللي احنا حاطينه بيه وحافظين بيه التتبيله بتاعتنا مخليها محفوظه، علشان كده قلت لكم انا عايزه اجيب بوله عشان افضلكم منها ونشوف شكلها. بصوا كده، هجيب الاول ايه، الشيش طاووق بتاعنا. الشيش طاووق بيكون عباره عن ايه، بيكون عباره عن وراك مخليه ومتقطعه مكعبات كده، تمام. تسلم ايدك يا مهند. متقطعه مكعبات كده. لو انا ما عنديش وراك مخليه وعندي صدور مش هتنفع؟ لا طبعا تنفع. هل لازم ان انا اعمل الشيش طاووق بالوراك؟ مش شرط، مش شرط. ده هينزل معدتي وده هينزل معدتي، ده هيتبل حلو وده هيتبل حلو. هل معدتي هتقول لا ده مش وراك ومش هاكله شيش طاووق بالشكل ده؟ لا طبعا، اللي موجود عندي هستخدمه، اللي موجود عندي هستخدمه. بصوا التتبيله بتاعتنا، هنفضي التتبيله يا محمد وتنزل لنا مقاديرها على طول. شكرا. بصوا كده التتبيله، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا شكل التتبيله اكنها لسه معموله، اكنها لسه معموله، عاملينها بقى لنا يجي 3 اسابيع ومحفوظه عندنا في الثلاجه. اهم حاجه لما نيجي ناخد منها المعلقه اللي ناخد بيها ما تكونش مبلوله زي ما انا ما عملت كده، يا اما هناخد بالمعلقه يا اما هناخد ان احنا نفضي شويه زي ما فضينا كده ونعمل كده. المقادير نزلت معانا على الشاشه عشان حضراتكم تصوروها وتحفظوها عندكم. مقاديري بتقول ان انا معايا ايه للشيش طاووق نفسه، نص كيلو اوراق مخليه ومتقطعه مكعبات، بصل مكعبات، فلفل الوان مكعبات، ملح وفلفل اسود بس انا مش هحطه لان التتبيله بتاعتي متتبيله حلوه قوي، لو هي دلع او الكلام ده كله ممكن نزود لها ملح وفلفل اسود. تتبيلتنا بقى اللي احنا حافظينها اصلا في البطرمان، 3 كوبايات زبادي، معلقتين كبار مش شايفه كوبايتين عصير ليمون، كوبايه زيت سندباد، 3 معالق كبار هريسه حاره اللي هي الشطيطه، معايا مع 2 فلفل احمر مشوي مفروم اللي هو الفلفل الحلو بتاعنا، معايا 2 كبار توم بودر، 2 كبار بابريكا، ومعلقه كبيره كزبره ناشفه، ومعلقه كبيره كمون، ومعلقه كبيره حبهان بودر، ومعلقه صغيره خالص قرفه بودر، ومعلقه كبيره ملح، ومعلقه كبيره فلفل اسود. اكتر من كده مش عايزه، ممكن تحسوا ان هي كتيره، لا بس هي مش كتيره. لما نجمع المكونات دي كلها ونحطها في بطرمان عندنا في الثلاجه الموضوع مش هياخد مننا ربع ساعه في تحضيرها، حطيناها في بطرمان هتوفر علينا ايام كتير قوي. طلعت الشيش طاووق وحطيت عليه الفلفل والبصل الفلفل الالوان المكعبات والبصل، حطيت تبلتها شويه في التتبيله، عايزه اسيبها في الثلاجه نص ساعه او ربع ساعه زي ما انتم عايزين، مش عايزين اسيبها واشتغل على طول، ماشي يا دوب هحط الشيش طاووق بتاعنا في العيدان بتاعه الخله وابدا ان انا اشويه. مش عايزه ان هو اعمله في عيدان خله وده اللي هيحصل لان انا هاخدها معايا في سفر، هعمل زي ما هعمل دلوقتي حالا وهنشوف هنشيلها ازاي. حطيت كل المكونات مع بعض، تتبيلتي اصلا فيها زيت بس انا حطيت شويه زيت كمان علشان هي مسافره عايزه ان هي تتحفظ زياده. زيت سندباد اللي هنحطه هو اللي هيحفظها لنا الزيت، مجرد ما نزلت النار مش قادره اقول لكم ريحه التتبيله نفسها عامله ازاي. هزود ميه ولا هزود ميه ولا اي حاجه خالص، ليه؟ تتبيلتي فيها زبادي وفيها عصير ليمون والبصل اللي انا حاطاه المكعبات ده اساسا هو والفلفل هينزل شويه ميه صغيرين، كل اللي انا عايزاه هسيبها على النار تتلسوع معايا وتستوي وبعد كده هبدا ان انا اسيبها تبرد واحفظها. كده حطينا شيش طاووق بالتتبيله بتاعته، كل اللي هنعمله ايه؟ هنستنى ان هو يستوي ويتلسوع اللسوعة الحلوه اللي احنا بنحبها، مش هنزود له اي ميه ولا اي حاجه خالص. ما حطيتلوش ميه، ما حطيتلوش ميه، الصوص او العصاره دي منه فيه من التتبيله نفسها، تتبيلتنا فيها زبادي وفيها دلوقتي احنا حاطين فلفل وحاطين بصل كل دوت. بصوا الصوص بتاعه تقيل ازاي، مش سايل. هفضل حطاه على النار، انا عايزاه يبدا ان هو ينشف معايا ويبدا يتلسوع وهسيبه يبرد وبعد كده هشوف هحفظه ازاي او هشيله ازاي. بصوا كده الشيش طاووق كده جاهز هو اصلا على الاكل. بصوا عامل ازاي، البصل دبل، الفلفل دبل، ريحه التتبيله هايله، ومش بقول كده عشان اشكر في اللي انا عاملاه بس جربوها وهتتاكدوا من اللي انا بقوله. هنبدا ان احنا نشيله كده وابدا اقفل الاكياس زي ما قفلناها، يبقى كده
عملنا بانيه مبصم وعملنا الشيش طاووق. البانيه جاهز على القليه والشيش طاووق جاهز على الاكل. عملنا بقى الشيش طاووق، حمرنا جنبيه شويه بطاطس، عملنا جنبيه مكرونه، عملناه وحطيناه في سندوتشات زي ما انتوا عايزين بالشكل ده كده اهو. تسخن المكوه بتاعتنا وهنبدا ان احنا نقفل اكياس الشيش طاووق بتاعتنا علشان نشيلها تتجمد في الفريزر ونصفرها معانا. التتبيله اصلا فيها، حاضر، التتبيله اصلا فيها زيت سندباد، وانا بشوحها حطيت زيت سندباد تاني ليه؟ علشان يحفظها لي وقت السفر. انا قلت ان السندباد بيستحمل درجه حراره عاليه ودرجه بروده عاليه، علشان كده هو اللي يحفظ لنا الحاجه بتاعتنا وان هي ما تبص بسهوله.